السلام عليكم. كنشكركم كاملين بعد على الحضور ديالكم اللي ما فارقتونيش. اول حاجه كنقدم الشكر الجزيل لسيدنا اول واحد. كنشكرك بزاف على الناس اللي حاط في المؤسسات ديالك، الناس النزيهه. وكنوجه الشكر ديالي سيد رئيس المجلس الاعلى سيد عبد النبوي وسيد رئيس النيابه العامه، وعلى راسهم السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكنقول لك شكرا بزاف، والله يرحمك الوالدين اللي سمعتي الصوت صوتي ولبيتي الطلب ديالي وعطيتي التعليمات ديالك اللي كانت مزيانه الحمد لله من طرف السيد النائب الاول الوكيل العام بمحكمة الاستئناف وسيد الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف على الاستقبال ديالهم معايا وعلى الوعود اللي عطاوني الحمد لله من بعد ما طلعوا على كل شيء ودرسوا كل شيء. تهنيت شنو نقول لكم 90% تهنيت، لان الحمد لله عرفت الملف ديالي غيكون في ايادي امينه. الناس بغاو يعرفوا الملف ديالك اللي اول مره كيتسمع. الملف ديالي راه كنظن كل شيء عارف ضحيه الخطا الطبي اللي ما بغاوش يعترفوا به، دوك الناس اللي مشيت غير نولد وكنتفاجئ بالوالده ديالي تحيدت ليا. رجع الموضوع، انا الخميس اللي كنت، سمحوا لي بزاف على الارتباك، الخميس اللي كنت خرجت وكنت منفعله وداك الشيء، نفس الوقت اللي انا سجلت كنت مشيت لمدينه الرباط، ونفس الوقت تعطات التعليمات باش يخرجوا يدخلوني. كنشكرهم بزاف، ومني خرجوا ما لقاونيش، لقاوني مشيت. والنهار اللي كان عندي اللقاء معاهم هذاك النهار اللي كنت كنتمناه انا في حياتي، لان الحمد لله احنا كمغاربه كنقولوا الواحد كيبان من وجهه. من بعد ما كنت انا تظلمت قبل الحمد لله دز عند ناس الله يرحم لهم الوالدين نزهاء واللي دقوا في اي حاجه، اي حاجه دقوا فيها. سؤال الحمد لله، الحمد لله انا كنغوت كنقول الله يرحم لك الوالدين السيد وكيل العام استقبلني وداك الشيء اللي كان. الحمد لله عطى التعليمات ديالو السيد النائب الاول ديالو استقبلني، والسيد الرئيس الاول حتى هو استقبلني واطمأنت. وانا من هذه المنابر كنشكركم بعدا نتوما بزاف كصحافه، وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين اللي وصلتوا الصوت ديالي. وفي نفس الوقت كنشكر الراي العام اللي ما حبسش من التليفون معايا كيسولوا عليا كيبكيو معايا ساندوني في المحنه ديالي كامله من بعد انني كنت مدمره نفسيا. كنشكركم بزاف واحد بواحد، واللي ما جاوبتوش يسمح ليا بحكم هادشي اللي كندوز فيه ومتبع الملف ديالي. وكنشكر كل واحد يعني اللي نسيتو يسمح ليا، اللي اصحاب القنوات ولا اصحاب اي واحد تعاطف معايا. وعلى راسهم السيد سي محمد تحفه اللي تا هو ما تخلاش عليا، والناس ديالو تا هما اللي تدخلوا زعما ساندوني في المحنه ديالي، شاركوا معايا العذاب اللي كنت كنشاركوا انا. وغنعاود نرجع نقول لكم انا كنشكركم بزاف، لان كصحافه صوتي وصل من بعد. اش غنقول لكم، كان الغلط في الملف ديالي كنقولوا ب 2018 فاش بدا، ولكن مني رجعت وانا والاستاذه وشفنا اول ملف كان تفتح لي هو كان في المطالب المدنيه في 2017. الملف كان في 2017. واش لقيتي شي مسانده من الجمعيات الحقوقيه؟ شكرا على هذا السؤال. بالنسبه للجمعويين والحقوقيين وحتى بعض الصحافه مدينه المحمديه راه كانوا كاملين ضاغطين عليهم ما يسجلوش معايا الا 4 منهم اللي تحداوهم وكانوا باغيين يوصلوا صوتي في المنابر ديالهم. وبالنسبه للحقوقيين والجمعويين حتى شي حد منهم. هيا كاينه شكايه باقا هزاها اللي غندلي بها، ديال واحد اللي كيدعى انه رئيس منظمه جمعيه حقوق الانسان وفي نفس الوقت مصور ونفس الوقت صحفي وجمعوي. هاد السيد كيقول انه 4 المينات في وحده وما تضامنش معايا، وهو هاي الشكايه ديالو للسيد وكيل الملك بمحكمه الابتدائيه المحمديه. كنت درت هذا باش سنه وما تبعتهاش بحكم الملف ديالي وداك الشيء متبعاه. كيقول لي تدوينه هيا غنطلعكم عليها،
كيقول لي ملفك مرفوض من المحكمة. وعلى قبل التدوينة اللي هادشي اللي قال لي درت به شكاية وكيل الملك، قال لي هذا رئيس منظمة جمعية حقوق الإنسان، كيقول لي ملفك مرفوض من المحكمة يا بنت، كل شيء مسجل هنا غنعطيكم تقراوه في الاخر. الموضوع المطلب ديالك دابا هو العداله ياك. شكرا الاخ رشيد. انا كنشوف المطلب ديالي حاليا للناس، الحمد لله سمعوا صوتي بكم نتوما، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. انا الحمد لله راه طمأنت من جيتكم، لان حاليا كانت عندي جلسه وخرج الملف ديالي لمن بعد الاستقبال اللي كانوا داروا معايا الناس لداخل الله يرحم لهم الوالدين، ولا الهيئه حتى هي الله يرحم لها الوالدين. طمأنت لان الملف ديالي كنرجع نقولها طمأنت عليه بيدي امينه. والمطلب ديالي هو ما تخلاوش هذا الملف اللي حاروا فيه ناس 6 سنين، ما تخلاوش عليا، لان حاليا كنقول كنشوف فيكم نتوما كمحكمه وفي نفس الوقت كخوتي، وعندي الاب ديالي لداخل عندي حاليا اللي كانوا كيخلعوني به. شنو غير في حياتك؟ وانت كتشوف اخويا كل شيء، حياتي راه تبدلات كامله. انا كنعود نرجع للموضوع اللي هاد محكمه السيناف كان خالعني بها السيد المحامي. الحمد لله ملي كيعيطوا عليا وكندخل عندهم كنلقى ان هذاك الشيء كيديروا ربما باش ياثر عليا، ربما عنده شي حاجه في راسه هو. عطاوك ضمانات؟ عطاوني ضمانات الحمد لله، محاكمه عادله غد ان شاء الله. من بعد الوجوه اللي شفت انا لداخل في المقابله ديال نهار 2، ما نكذبش عليك غنكون صراحه، حنا كنعرفوا كمغاربه الواحد كيبان من وجهه، وانا الوثائق ديالي كاملين عندكم باش حكمتوا انا راضيه، لان كان كيخلعني بكم انا باش حكمتوا انا راضيه. هادشي اللي غنقول لكم، باش حكموا هاد الناس دي محكمه السناف انا قابله به، لان 6 سنين راه ماشي سهله. 6 سنين ما خلاوش الملف يمشي كما ينبغي. من بعد الحكم اللي كان في الابتدائيه كنوجه الشكر للسيد القاضي والسيده النيابه العامه والسيد كاتب الضبط، ومن فوق راسهم السيده الوكيله ديال محكمه المحمديه اللي ما لقيت معها حتى شي مشكل. وشكرا بزاف، وسمحوا لي كصحافه كنشكركم وكنعاود نشكركم. والجديد ان شاء الله انتم راه غتكونوا معايا في جميع الجلسات، راه غنعطي جلسه اليوم. شنو الجلسه اليوم؟ تاجلات ولا تاجلات اخويا النهار، جلسة تأجلت نهار 2 3 إن شاء الله.